يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين المحبة في الله ومحبة التشاكل والتصانع؟ هل تدخل هذه المحبة في المحبة في الله؟ لا أدري عن التشاكل والتصانع. المحبة في الله والمحبة مع الله والمحبة لله، المحبة مع الله شرك، المحبة في الله والمحبة لله توحيد وطاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما تحبه لأنه من شكلك أو من جنسك أو هذه ما هي محبة عبادة، هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية ما تدخل في العبادة، مثل ما تحب زوجتك، تحب والديك، وتحب من أحسن إليك، هذه محبة طبيعية ما هي محبة عبادة. محبة العبادة هي المحبة التي معها ذل للمحبوب. قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، وهما قطبان. المحبة التي معها ذل للمحبوب هذه عبادة، وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فهذه طبيعية. نعم.